وصلنا لمساحتنا الطبية ورح نحكي فيها نور يمكن عن موضوع جديد هو غاز النيتروس، هيك بالعامية هو بسموه غاز الضحك، كان يستخدم كمخدر سابقا. أكيد بدنا نحكي عن استخدامه بالعلاج ضمن استخداماته العلاجية في طب الأسنان وتوسع أكثر مع الدكتورة هزار أناشاوي اختصاصي في طب الأسنان ومداوته. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. هلا يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي دكتورة. خلينا نعرف شو هو هذا الغاز وشو استخداماته. هلا غاز النيتروس هو من التقنيات الطبيه الحديثه بطب الاسنان، صار يستخدم مؤخرا كاغراض علاجيه لحتى نحن نتفادى مشكله الفوبيا اللي بتصير عند المرضى. طبعا مثل ما بنعرف كل المرضى او غالبيتهم بخافوا من طبيب الاسنان، فظهرت هي التقنيه الحديثه لحتى نعالج الخوف والفوبيا اللي بتصير عند المريض من خلال جهاز حديث بيعتمد على غاز النيتروس. نحن بنزود المريض بغاز النيتروس اللي هو نحن بيسبب الضحك احيانا عند المريض. هذا الغاز بيعمل على تهدئه المريض وتركينه بحيث ما يشعر بالالم، يخفف عنده نسبه الالم او يستوعب خلال العلاجات او خلال الاجراءات العلاجيه. يعني فينا نقول انه هو يعني عن جديد تم استخدامه بالعلاجات الطبيه السنيه. تمام. قبل شو كان يستخدم ولا لا ما كان في له استخدامات؟ هو كاجراء حديث او تقنيه حديثه متممه لاجراءات التخدير مثلا. في كثير مرضى بيخافوا من ابره التخدير، فنحن من خلال جهاز النيتروس بنهيئ المريض اول ما يفوت على العياده، بنحط غاز النيتروس اللي هو بيكون معه كميه قليله من الاكسجين بتخلي المريض يرتخي او ما يشعر بالاجراءات العلاجيه كيف بيتم عبر الجهاز يعني اذا بدنا نفصل اكثر. تمام. هو عباره عن جهاز بيكون عن تقنيتين، يا جهاز يدوي مانيوال او بيكون جهاز يعني الكتروني. بيكون معير بنسب معينه من غاز النيتروس وغاز الاكسجين حسب طبعا اذا كان المريض طفل أو بالغ، كله معاير حسب المريض وسنه. فهذا الجهاز بعاير قديش نسبة النيتروس اللي لازم تفوت للجسم وللدم مشان تخلي المريض بحالة استرخاء تام، وبتكون ممزوجة طبعا بنسبة معينة من الأكسجين لحتى مثل ما حكينا تخلي المريض يرتخي وما يشعر بالإجراءات. مو أبرة يعني عبر جهاز ولا لا؟ هو جهاز مثل بنوضع يعني حوالين بنوضع على الأنف وفي نسبة معينة من غاز النيتروس مثل ما حكينا. بعد المريض بيسترخي وبس بيضل قادر على انه يستجيب لتعليمات الطبيب، مثلا الطبيب ممكن يقول له مثلا انه خلي المريض يفتح تمه خلال اجراء المعالجه او يستجيب لاي اجراء بيقدر منه الطبيب انه يطلبه من المريض. خلينا نحكي قديش امن هذا الغاز، وخصوصا لما بدنا نحكي اذا استخدمناه للاطفال مسموح كمان استخدامه للاطفال بالعيادات؟ طبعا هو مثل ما حكينا هو امن لنسب معينه طالما في معايره. يعني هلا مثلا نحن بالنسبه للاطفال بنعاير قد ايه نسبه حسب وزن الطفل واعتبارات ثانيه. تمام. بنعاير قد ايه نسبه اكسيد النيتروس اللي بدها تفوت لجسمه، ومثل ما حكينا طول ما هو ممزوج مع غاز الاكسجين هو بيضل امن لنسب معينه، واذا نحن ما كثرنا من التركيز هذا الغاز ضمن الجسم. طيب نحن بنعرف انه عند طبيب الاسنان في بعض مثلا الحالات اللي ما ممكن مثلا استخدام التخدير مثل المراه الحامل اللي عندهم بعض الامراض، هيدا الغاز في بعض الاشخاص ما بيصير يعني استخدام هيدا الغاز عليهم، يعني في بعض المحاذير ممكن نحكي عنها ونسلط الضوء عليها؟ مثل اي جهاز بيطلع او تقنيه جديده دائما في عنا استطبابات ومضاد استطبابات. صحيح. الاشخاص اللي نحن ما بنقدر نستخدم لهم اياه هو فعلا المراه الحامل، نحن ما بنقدر نعرضها لهذا الاجراء. الاشخاص اللي عندهم مشاكل رئويه ايضا كمان نحن ما بنقدر، اشخاص اللي عندهم ربو، هدول من ضمن الاشخاص اللي هن فعلا مضاد استطباب لهذا الجهاز. والكبار بالسن السكري والضغط ما لهم علاقه ولا ممكن يكون في بعض المحاذير؟ بالنسبه للامراض المزمنه كالضغط والسكري طول ما نسبه النيتروس مضبوطه مثل ما حكينا مضبوطه بالدم لا نحن فينا نستخدم لهم اياه بنسب قليله طبعا. خلينا هيك دكتوره كونه هو اجراء نوعا ما جديد نركز اكثر، شو بيشعر المريض لما ياخذ هذا الغاز؟ يعني مثلا نحن الابره في وجع بيكون بيصير في تخدير وبتصور بدها ساعتين او ثلاثه ليفك البنج مثل ما بيقولوا. طبعا. شو الوضع بالنسبه للغاز؟ هلا بالنسبة لهذا الغاز هو آلية عمله خلال 3 لـ5 دقائق بفوت على الجسم وبخلي المريض فورا يرتخي تماما، بس هو مثل ما حكينا انه بيضل مستجيب لأي
اي طلب بيطلبه منه الطبيب. نحن هو بالاجراءات القصيره بنستخدمه، ما انه بالاجراءات الطويله مثلا ممكن ازاله النخر النخور السنيه او مثلا تحضير الاسنان اكثر عند معالجه الاطفال، ازاله النخور البسيطه عند الاطفال هو فعلا فعال خلال نسبه تصل يعني ل 15 دقيقه. بس لما بتتجاوز هي النسبه اكثر نحن بدنا نعتمد على التخدير اكثر عند المريض. بينما بتضل النسبه من غاز النيتروس بدمه حتى لو نحن تجاوزنا هي ال 15 دقيقه. بس يعني نحن ما فينا نقول انه هو بديل عن التخدير، يعني هو اجراء وقائي نوعا ما، لانه نحن بنعرف العلاقه الازليه بين طبيب الاسنان والمرضى، لانه يعني حتى الكبار بخافوا منا، فكيف الاطفال؟ هون عم نحكي لا ما في غنى عن التخدير، ولا لا هي عمليه بس انه خفض من حاله التوتر والقلق لنخليه نوعا ما هيك يكون في علاقه وديه بين المريض والطبيب الاسنان. من الاجراءات اللي يعني اللي بتخلي المريض وعيه يخف شوي اثناء المعالجات السنيه، بس هي فعلا ما له اجراء نحن بننفرد فيه انه هو بديل كامل عن التخدير. يعني بدل ما يتاهب الوعي بنخليه يسترخي لانه في حاله تاهب. تمام. اجراء متمم للتخدير، في اجراءات علاجيه كقلع الاسنان مثلا او استئصال اللب او سحب العصب مثل ما بنسميه، لا هي اجراءات نحن بنعتمد فيها على التخدير الكامل، يعني كالتخدير الموضعي ضمن الفك، ما فينا نحن نلجا لهذا الاجراء من دون ما نعمل تخدير للمريض. يعني دكتوره فينا نقول هو تخدير نوعا ما موضعي او بسيط، ما هو تخدير كامل، يعني فعاليته ما قويه كثير على كامل الفم. تمام. هي بتكون بس لمنطقه معينه، يعني مثلا تهدئه او توعيه للمريض، ما هو اجراء بيعطيني تخدير كامل مثلا انا للفك قوم اعمل مثلا عمليه زرع اسنان. لا، اجراءات بسيطه مثل ما حكينا، النخور السنيه، تحضير الاسنان خاصه عند الاطفال مثلا، بيساعدني كثير بانه انا خلي الطفل يستجيب للاجراء. مثلا الاطفال، في كثير عندنا اطفال نفسيا معندين على العلاج مثل ما بنعرف، بخافوا كثير. صح. تمام. او اعمار صغيره فبيكون عنده مثلا اكثر من سن بدهم ازاله نخر، نحن هو فعال بهي الحالات خاصه اللي بتكون فيها الطفل معند او المريض غير قابل، يعني غير قادر الاستجابه للطبيب. عم نشوف في استخدام له، يعني هلا منتشر عند جميع العيادات ولا لا هلا بعده جديد؟ يمكن مو كل العيادات عم تشتغل فيه. طبعا هلا هو بما انه اجراء حديث لسه المراكز اللي بتستخدمه او الاجهزه الموجوده هي اجهزه قليله، او حتى طبيعه الغاز لسه يعني ضمن الجهاز لسه قليل، متوافر بعدد قليل من المراكز السنيه. بس طبعا مع الوقت راح يصير جهاز متوفر اكثر يعني. طيب دكتوره خلينا نحكي عن المحاذير لاستخدام هذا الغاز. هلا مثل ما حكينا، بالنسبه نحن لازم بالدرجه الاولى ندرس صحه الطفل، اذا عنده اي مشكله صحيه، اي مشكله رئويه، ما فورا انا بقوم يعني بطبق هذا الجهاز او بطبق الغاز بالنسبه للطفل، حتى بشوف درجه استجابه الطفل، اذا كان الطفل عندي مستجيب مثلا للطبيب واستجابته كامله انا بفضل ما استخدمه. تمام. فبستخدمه انا بحالات خاصه. وكمان هو من ميزاته مثلا انا لما بوقف الجهاز عن العمل بيقدر يرجع المريض لوعيه خلال 3 لـ5 دقائق ويصير يعني مستجيب لكل شيء، بيقدر يمارس حياته اذا كان شخص كبير، بيقدر يمارس حياته خلال كم دقيقه يعني. حتى في نوع من المرضى بفضلوه الاشخاص اللي بدهم ما يكون التخدير عندهم كثير قوي، اللي بدهم مثلا يخلصوا علاج يطلعوا مثلا يسوقوا سيارتهم، ففي نوعين من المرضى هذا بتحب هذا النوع من التخدير اللي بتقدر ترجع لحياتها بشكل سريع. انت خلال حديثك انه لما يتم ايقاف الجهاز انه الشخص بيرجع يعني بيمارس نشاطه من 3 لـ5 دقائق، هو الجهاز اذا بنفصل اكثر بيتم استخدامه طول الجلسه ولا الاجراء الطبي ولا لا هو مع بدايه الجلسه؟ يعني خلينا نحكي لانه بما انه جديد لهلا مع يعني عم نحاول نفسر عنه اكثر، ناخذ معلومات كامله. نحن خلينا نركز على انه مو الوقت اكثر، نسبه تركيز هذا الغاز، لانه مثلا مثل ما قلنا كل مريض له تركيز معين، فانا متى ما هذا التركيز فات للجسم اكثر ما الوقت تركيز كافي خلص بيكون المريض ارتخى وخلص صار يعني تركن، نحن بنسميه كتركين، قادر على انه نحن نجيبه نساوي له الاجراء العلاجي. دكتوره في بعض الاجسام اللي ما كثير بياخذ عليها التخدير، يمكن بتمروا عليكي حالات بياخذ الابره يعني بيطول او ما بتاخذ عليه، فبيقدر بغاز النيتروس انه انت يعني تزيدوا الجرعات عن المعتاد؟
او المتفق عليه وفق المعايير العالميه؟ طبعا مثل ما حكينا في جرعه معينه، يعني نحن في عندي جرعه خلص انا بوقف عندها، ما فيني زيد عند غاز النيتروس لانه ممكن سبب له انا للمريض نقص اكسجين. فعند جرعه معينه اذا غالبا يعني غالبا المرضى بيتهدأوا بهالجرعه المعينه. بس يعني هي نحن عم نحكي قصدنا مثلا بتلاقي التخدير اللي ما بياخذ على الاشخاص، الناس اللي مثلا بتدخن كثير، لناس عندها بعض الحالات الاستثنائية، فبتلاقي بتاخذ مسكنات بشكل المرضى مستمر. تمام. هدول المرضى ممكن بتلاقي عند طبيب الأسنان بيقول لك ما بياخذ إبرة، بياخذ إبرة ونص، يعني على خلاف الشخص الآخر. المرضى نحن بدنا نساوي معادلة بين هذا الغاز والتخدير الموضعي أيضا المتمم له، يعني أنا بزيد من جرعة التخدير الموضعي أو بزيد من التركيز التخدير الموضعي أو بعطيه وقت كافي لحتى يمشي معه التخدير. في ناس بتتأخر لحتى يصير مع التخدير، يعني أنت بتعطيها إبرة التخدير ممكن تضرب ساعة لحتى تقدر تاخذ عليها، طبعا حسب اذا كان مدخن كثير او لا. تمام. خلينا نحكي اكثر دكتوره، نحن حكينا هو تخدير ممكن يكون له استخدامات تجميليه ثانيه، يعني احنا دائما بعالم الطب عم تكون في اختراعات جديده، عم يكون في لها بعدين جانب تجميلي او استخدامات تجميليه. الغاز ممكن يكون له استخدامات تجميليه؟ تمام. كناحية تجميلية لا، مثل ما حكينا هو ناحية كجهاز علاجي أكثر شيء بنستخدمه بس لحتى يساعدنا بأنه نحن نساوي، ممكن يعني يساعدنا لنركن المريض لنتمم الإجراءات العلاجية مثلا. مثلا حتى مثلا بتحضير الأسنان، إزالة النسج السنية، استئصال العصب، أنا هو وسيلة بس لحتى ركن المريض لأقدر كفي علاجي. بينما كإجراءات علاجية تجميلية أساسية لا، دوره كتير بسيط وثانوي، يعني ما في هالدور التجميلي القوي. يمكن اهم اجراءاته الطبيه اذا بنحكي عن هيدا الغاز اليوم للاطفال نوعا ما، لانه الاطفال يمكن هن الاكثر ناس بتلاقيهم بخافوا او بيتوتروا، فاستخداماته اكثر بالنسبه لك بالعياده للاطفال عم تكون هي الاجراءات الطبيه؟ طبعا هلا للاطفال، لانه انت الاطفال مثل ما بتلاحظوا في اطفال ما بتحب التخدير، بتطول كثير، ما بتحب تطور اسنان كله ما طبعا. يعني هي فوبيا عند الاطفال من انه نحن نعطيهم الابره. صحيح. فنحن لبين ما نوصل لمرحله انه نعطيهم الابره بنهدئهم، بنهدئ وعيهم، بنأسس صله تواصل بيننا وبين الطفل بعد هذا الغاز، بانه مثلا انت عم تسمعني، ارفع ايدك مثلا، يعني هلا انت مو حاسس بشيء. انا بهي المرحله بتداخل وبعطي للطفل ابره التخدير، هون ما حيحس فيها الا بالحدود الدنيا تماما. فهو مثل وسيله من التواصل انا بأسس بين الطفل وبين الطبيب لحتى نكسر حاجز الخوف. أيوة. شوي لحتى نكسر هي السلسله من الفوبيا عن طبيب الاسنان. طيب دكتوره، نحن حكينا انه هو اكسيد، لما نحكي عن اكسيد الواحد بيفكر انه شو المواد المتفاعله او الموجوده فيه، وكنت كثير عم تركز خلال حديثك على نسبه المعايره وانه لازم يكون في اكسجين، فخلينا نعرف اكثر للناس انه شو هو هذا الاكسيد، من شو مكون؟ هلا هو اكسيد النيتروس هو نوع من الغاز، هلا هو لازم اذا خف بالدم، يعني طبعا مخيف، بيسبب احيانا فقد الوعي وبيسبب الموت، لكن لما نحن بنمزجه مع الاكسجين اللي هو موجود ضمن جسم الانسان وضروري للانسان بيصير غاز مفيد، مثل ما قلنا انه في له استخدامات عديده. فهو نحن مثل ما حكينا نحن لازم نلتزم بمعايرته، طبعا هذا الشيء بيجي حسب تعليمات الشركه يعني. صحيح. هلا اذا الجهاز كان من النوع الحديث هو بيكون بيجي معاير خالص يعني، وبيكون في نوع من الاجهزه انه في زر اذا كان في خلص وصل لمرحله معينه من الاكسيد النيتروس الفايت على الجسم لحاله الجهاز بيفصل، هو بيعطيكي انه خلص ما عاد نزيد هي الجرعه المطلوبه. فطبعا المعايره هو شيء اساسي بتكون موجوده ضمن الجهاز الحديث. طيب دكتوره، خلينا نحكي، يمكن عم نحكي عن هيدا الغاز لانه هو اجراء طبي حديث في طب الاسنان، خلينا نحكي عن الاجراءات العلاجيه الحديثه اليوم في طب الاسنان. يوميا بتلاقي في اجراءات حديثه علاجيه بطب الاسنان ونحن على مواكبه دائمه، شو هي اخر الاجراءات بما يخص فينا نقول عالم طب الاسنان؟ هلا عندنا كثير من الاجراءات الحديثه، مثل من الاجراءات الجديده ازاله النخور بالليزر. في نوع من الليزر بيقدر بالنسبه للاشخاص مثلا اللي بتخاف من الدريل، اله الحفر، من صوتها، من الاهتزازه، في نوع هلا من الليزر بنستخدمه بانه بيجي على منطقه النخر على الاسنان الخلفيه وبيقيم فقط، بيعمل بس كافيتي حفره بتقيم فقط النخر الموجود على الاسنان الخلفيه، فهي بتكون اسرع بالوقت واجراء اقل ضرر على المريض وضرر نفسي في
اكيد مثل ما حكينا الاشخاص اللي ما بيفضوا الدريل اسرع بحافظ على النسج السنيه اكثر، فهي من الاجراءات الليزر، ازاله النخور بالليزر ايضا من الاجراءات الحديثه بطب الاسنان التجميلي. خلينا نحكي عن تكلفته، يعني هو ممكن يكون اكثر تكلفه ولا نفس الشيء بيرجع الموضوع؟ طبعا حاليا هلا الكلفه بدها تزيد، يعني هلا كلفه علاج الاسنان زايده بطريقه مخيفه. اذا بدنا نحكي عن التكلفه الماديه، سابقا ما كنا نشوف هي التكلفه، اليوم عم نشوف في زياده بالتكلفه بشكل مستمر، يعني حتى الخيار الاتجاه لطبيب الاسنان عم تكون ضمن اخر الخيارات لانه التكلفه الماديه مرتفعه اليوم عم نشوفها. صحيح. هلا بالنسبه للكلفه مثل ما عم نشوف، يعني المواد مثلا كل يوم عم تزيد كلفتها، الاجهزه عم تزيد كلفتها، فهو اجباري حتكون في كلفه اضافيه على المريض، خصوصي المرضى اللي بيختاروا هذا النوع. يعني هو طب شو مميزاته؟ اختياري كونه اختياري، شو مميزاته عن الطريقه العاديه؟ اذا بدنا نقول مميزاته مثل ما حكينا انه هو عند الاشخاص اللي بتعاني من فوبيا، في كثير اشخاص عندها فوبيا من طبيب الاسنان، بتكون رافضه انه تتخدر، بتكون رافضه انه مثلا عندها اجراء علاجي طويل، بدي انا مثلا حضر يعني بالفك مثلا بدي حضر ست اسنان، بدي اسحب عصبهم، فما عندها قدره انه تقعد على كرسي الاسنان لفتره طويله. هذا النوع من الاجراء بخليها تنسى، يعني تهدى، نوع من التركين، تنسى هذا الاجراء الطويل، يخف عندها الستريس. هلا انا عندي القلق والستريس هو بيعرقل عمليه اساسي. صحيح. صح، بيعرقل عمليه التخدير الموضعي. ما بيشعر المريض، فانا لما بيجي بعمل تهدئه او تركين للمريض بقدر انا اعمل تخدير بعدها واختصر وقت طويل من العلاج. انا كنت عم بسال شو اللي بيفرق استخدام الليزر بمعالجه التسوس عن الطريقه العاديه؟ انا يعني هل هي مثلا بتكون اكثر مثلا الشغل بيكون اكثر حرفيه، اخف الام مثل ما حكينا؟ هلا هو اجراء حديث، مثلا انا عن طريق ازاله النخر بالليزر بخفف من النسج السنيه اللي بدي قيمها، بحافظ على الاسنان اكثر، بحافظ على المينا، على العاج. المريض ما بيعود مثلا بيتضايق من صوت الدريل، كله بيتضايق من آلة الحفر، فبخفف ازعاج انا على المريض كمان، يعني بخفف الوقت، بحافظ على الاسنان مثل ما قلنا، يعني له كثير فوائد على الاسنان وبالنسبه للمريض. ما بيصير عند المريض مثلا باد اكسبيرينس من الشغل بالاسنان، ومثلا بيصير عندهم مشكله ورعب انه يكملوا باقي اسنانهم. طيب دكتوره، خلينا نحكي عن الاجراءات الوقائيه للحفاظ، دائما بنحكي عنها للاسنان لحتى اساسا ما نتجه لطبيب الاسنان، خصوصا عند الاطفال اليوم، يعني لحتى ما اوصل انا لا لمرحله النخر ولا لمرحله المعالجه بالاسنان او الدراسه، وخصوصا اليوم مثلا الاهالي نوعا ما مانن موجودين مع اولادهم طول الوقت، يعني في ناس عم تشتغل شغل واثنين وثلاثه، فما بتقدري تضبطيهم، فدائما في اكلات طيبه او في سكريات او في بعض الاجراءات يمكن بيقوموا فيها الاطفال هي اساسا بتاذي هي الاسنان، فخلينا نعطيهم بعض النصائح الوقائيه اليوم لكل الاهل. هلا نحن بالاجراءات الوقائيه بنضل بنقول انه من ابكر وقت ممكن نحن لازم نشوف الطفل ونعتني بصحه اسنانه طول ما نحن بسيف سايد وحافظين على اسنانه والصحه الفمويه عنده اكثر. فمن الاجراءات الوقائيه عند الاطفال ممكن نحن نطبق الفلور كل ست اشهر عند الاطفال على كامل القوس الفمويه. باي عمر؟ هلا ممكن نحن بعد 3 سنوات هون نحكي؟ حسب الصحه الفمويه عند الطفل. فممكن تبدا من 3 سنوات لـ6 سنوات هو العمر الانسب. انه بيكون الاسنان بيطور نمو، المينا، العاج بتكون عم تتشكل اكثر عند الاطفال، لذلك تطبيق الفلور هو بالدرجه الاولى من العوامل الوقائيه عند الاطفال. بنيجي بالدرجه الثانيه تطبيق الماده الساده اللي هي نحن بنسميها السيلانت عند الاطفال، بتيجي عند على الاسنان بالنخور والوهاد الموجوده فيها، يعني بالاماكن اللي بتتجمع فيها فضلات الطعام والنخور، انا هي الاماكن بطبق فيها ماده وقائيه اسمها السيلانت، هي بتسد مكان النخر وبتحافظ بالدرجه الاولى على انه تخفف النخور وبتزيد الصحه الفمويه. طبعا كمان الدرجه الثالثه انا نشر الثقافه عند الاطفال والوعي بضروره تفريش الاسنان اكثر من مره قبل النوم، اهم طريقه نعلمهم كيف يفرشوا اسنانهم، يحافظوا على اللثه من دون ما يردوا اللثه، هي الطرق كلها. والاكل قد ايه مؤذي؟ يعني الانتباه للاكل كمان هي نقطه مهمه، يعني انت ممكن تكوني مانعه طفلك انه مثلا ما ياكل شوكولا، ما ياكل سكريات، بيجي
حدا من العائله بس هي كل هدول كمان كسر للقواعد اساسا لحمايه هي الاسنان. صحيح، هي من العوامل الوقائيه بقى اللي بتعتمد على الاهل. في عوامل من ضمن الطفل هو كيف بيهتم بصحته، في عوامل على الاهل بانه تحافظ على النظام الغذائي، تخفف السكريات وخاصه بمرحله قبل النوم، انه السكريات اكثر شيء بتجذبها سطوح الاسنان بالمرحله قبل النوم، خاصه اذا نحن طفل ما فرشى اسنانه. هي السكريات هي السكريات الضاره نحن بنسميها، اللي بتتراكم على سطوح الاسنان وخلال وقت قصير ممكن تدمر البنيه السنيه عند الطفل وتفوته بنخور سنيه يعني عميقه اكثر من اللازم. دكتوره، كونه انتقلنا للاطفال، عم نشوف حاله عند الاطفال عدد كبير من اسنانهم الاماميه بيكون باللون الاسود وبتكسروا فورا، هي الحاله شو؟ يعني صرت عم شوفها على كذا طفل كانوا بالمحيط لونهم اسود تماما دكتوره، وتقريبا اغلب اسنانهم هم بعمر صغير يعني 3-4 سنين. تمام، هلا اللون الاسود بيكون يعني احد عاملين بالدرجه الاولى، ممكن يكون هو تراكم الكلس، في كلس بيتراكم عند الاطفال بمرحله مبكره بيكون ناتج عن ممكن المياه اذا كانت فيها نسبه الكلس، او طبيعه اللعاب عند الطفل، او تراكم السكريات، كل هي اللويحه يعني بتصير عند الطفل بتتراكم وبتسبب له هذا السواد اللي هو الكلس مع الوقت. او ممكن العامل الثاني، الاحتمال الثاني، ممكن تكون نخور معممه عند الطفل. هي النخور المعممه ناتجه عن تناول السكريات بكثره، بتتراكم على كل الاسنان مثل ما حكينا، والنخور المعممه اكثر ما تكون نتيجه تناول السكريات بمرحله المساء عند الاطفال وعدم اهتمام. كم مره بالاسبوع ممكن يتناول السكريات او ياكل؟ لانه بيقول لك انه هي مره بالنهار، ما هي بشكل يومي، يعني اذا بدنا نعطيه انه لا هالقد يمكن ما تاثر اذا كان في اجراءات وقائيه. اساسا اذا ما في اجراءات وقائيه ما فيك تعطيه سكريات انه سليمه 100%، بس قديش انا فيني مثلا اقول لطفل من 3-6 سنوات انه اعطيه سكريات بما يعادل قد يعني مره او مرتين بالاسبوع، او ممكن مره بس هي بكميه صغيره لانه ما فيك تحرمي مع الاجراء الوقائي هو يعني تنظيف الاسنان. هلا يفضل هو مره لمرتين بالاسبوع مو اكثر، لانه احنا لازم نوعي الطفل، ما فينا نعطي سكريات كل يوم، حتاثر على صحته العامه كمان، ممكن ترفع عنده نسبه السكر، فالحميه الغذائيه هي اهم شيء. نحن من وعي الطفل كمان انه كثره السكريات ممكن تاذي اسنانك، بمظهر الاسنان بيصير مو يعني مظهر مو جمالي، ممكن رفقاته بالمدرسه يشوفوا اسنانه يصير منظر مو حلو، فنحن من خلال التوعيه عند الطفل وضبط النظام الغذائي مرتين بالاسبوع بالسكر هو اهم. هي اهم شيء ضبط النظام الغذائي مع الاهل والمحيط، لازم الكل يلتزم فيه. بدنا نشكرك بالختام دكتوره على كل المعلومات والنصائح اللي حكينا عنها، ومثل ما قلتي يمكن الوقاية خير من قنطار علاجية، لحماية الأسنان من خلال تنظيفهم المستمر بشكل يومي. شكرا كثير لك. شكرا لكم.